دكتور كان لك تعليق كمان على اللي تفرجنا. يعني أنا أول شيء بدي أوجه شكر لرؤية أو لإدماجها كل ما يتعلق بالجانب الآخر من روح الأردنية اللي هو الروح الفلسطينية. وبعتقد أنه القضية الفلسطينية هي يعني قضية الأردنيين كلهم، قضية العرب كلهم، وابتداء من أعلى من جلالة الملك حتى طلاب المدارس حتى أي مواطن، تجد أن هذه القضية تأخذ حيزا كبيرا من تفكيره، من عمله، من ثقافته، من مواقفه السياسية. لذلك أنا أعتقد لما بتشوف الناس الصامدين في أرضهم ضمن الظروف الاحتلال الصعبة الطويلة، أطول احتلال في التاريخ، يعني بتحيي هذا الشعب وبتحيي أهلنا هناك، وبنحيي أهل الأردنيين اللي لا زالوا بيعتبروا هذه القضية القضية الأردنية الأولى ابتداء من جلالة الملك، وفي خصوصا في الظروف الحالية اللي صار في يعني تخلي عن القضايا القومية. وأنا أعتقد يعني يسجل للأردنيين استمرار الوقوف بجانب الفلسطينيين، الدعم الكامل النفسي والمادي، الدعم السياسي على كل المستويات. أعتقد أنه موقف مشرف ويعني نعتز به نحن، وأعتقد أنه هذا هو اللي بيعطي الأردن أيضا صورة ناصعة، صورة متعددة الجوانب، صورة وطنية قومية إنسانية. فتحية لأهلنا الصامدين، وشكرا لبرنامجكم وللحلقة عن كفر الراعي. وأنا بعتقد فلسطين جميلة وشعبها صامد، شعبها جيد، وإن شاء الله يجي اليوم اللي يزول الاحتلال واللي احنا يعني نحتفل وإياهم في كل المناسبات. الآن إن شاء الله. بدك تصريح وبدك يعني من الصعوبة إنه الواحد يتواصل كما يريد. أنا شخصيا زرت المناطق المحتلة كلها، وبعتقد أنه هذه القضية قضية الشعب الفلسطيني، قضية متميزة في التاريخ كله المعاصر. والله إن شاء الله يجيب لهم الخير يا رب. إحنا من بداية تقارير فلسطين طبعا تحياتنا لزين الصندوق ولكل فريق العمل بمكتب رؤية في فلسطين. كنا خايفين بأنه التقارير تكون عاطفية جدا، بتعرف أنت عم بتصور شعب عاش كما تفضلت أطول فترة احتلال، ولكن اللي بيفاجئنا أنه كل أسبوع هذا الشعب صامد بطريقته، بضحكونا وبيبكونا بنفس صحيح. التقارير صحيح. عندك منطقة مميزة أو منطقة محببة لقلبك في فلسطين كونك زرتها أكثر من مرة؟ أنا يعني زرت يعني معظم المدن الكبيرة ما عدا الخليل طبعا. يعني القدس لها وقع هائل في قلبي، ويعني ما يجري في القدس ومن استيطان ومن تطفيش للسكان العرب والمسيحيين بالذات، طبعا هذا يحز في نفسي. وبنفس الوقت مثلا مدينة نابلس اللي زوجتي من نابلس، الحقيقة أنا زرتها مرارا، وأنا يعني أحب هذه المدينة وبرجالاتها وبثقافتها وبشخصياتها الوطنية. الحقيقة يعني هناك تواصل دائم كان بيننا وبين أهل الضفة الغربية، و يعني لا زال إن صداقات هائلة يعني على 50 سنة 20 سنة 30 سنة. وبعتقد إنه المدن الفلسطينية مدن جميلة جدا، بحاجة إلى يعني أن تتحرر حتى يشعر المواطن أنه يستطيع أن يبدع في بلده. تحية لكل سكان المدن وتحية لسكان نابلس ان شاء الله. اي هو الدكتور بيقدر يقول غير هيك. انا اكيد نابلس شيء خصوصي. لا بعدين ام مروان كانت سكان نابلس بالضبط، بده يروح البيت هلا ما بده يروح. قال في رجالات دوله على عيننا وراسنا، بس المدام شيء ثاني. بنرجلها تحيه من حلوه يا دنيا. صباحها سعيد طبعا ام مروان.